معي للحديث عن الدراما المصرية ودورها المؤثر في صناعة الوعي واستعادة قوة مصر الناعمة المخرجة الكبيرة الأستاذة إنعام محمد علي. المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي واحدة من رموز الجيل الذهبي الذي شارك في تشكيل قوة مصر الناعمة عبر أعمالها الرائعة في السينما والتلفزيون. حصلت على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس والماجستير من جامعة القاهرة، وبعد رحلة عمل وتدريب في استوديوهات بي بي سي في لندن وفي ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا، عادت لتنضم للتلفزيون المصري مخرجة ومديرة لبرامج المرأة ونائبة لرئيس قطاع الإنتاج. قدمت للتلفزيون أعمالاً خالدة أبرزها ضمير أبل حكمة، رجل لهذا الزمان، قصة الأمس، الحب وأشياء أخرى، وأم كلثوم. أم كلثوم دلوقتي دخل على عالم جديد من النجاح والشهرة، ممكن تبقى مشغولة بتاكل. كما قدمت المخرجة الكبيرة علامات للسينما وأفلام التلفزيون، أهمها حكايات الغريب، آسفة، أرفض الطلاق، يوميات امرأة عصرية وغيرها. وحصلت إنعام محمد علي خلال مشوارها على العديد من الجوائز الدولية والمصرية، منها وسام العلوم والفنون وجائزة الدولة التقديرية وجوائز رفيعة لأفلام حكايات الغريب، والجائزة الذهبية عن مسلسل أم كلثوم، وجائزة مهرجان شنغهاي الدولي عن تمثيلية دولة فهمي التي لا يعرفها أحد.